لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ترى من هي صاحبة هذا الاصطفاء وهذا التكريم؟ من هي مريم؟ تلك التي اصطفاها الرب على نساء العالمين وجعلها من خير النساء. لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل السيدة مريم العذراء عليها السلام، أشار إلى خيريتها على نساء العالمين. انضم إليها في هذه الخيرية والفضل نساء فاضلات مؤمنات. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الجنة: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بن خويلد، أي خير نساء الجنة مريم وخديجة رضي الله عنهما. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين. قال النووي: الأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفصيل بينهما فمسكوت عنه. إن ذكر الخيرية لمريم وخديجة رضي الله عنهما هو من باب التمثيل وليس من باب الحصر، فهناك حديث آخر ذكر أربع نساء هن من خير نساء الجنة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض أربعة خطوط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير نساء العالمين أربع، مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون، رضي الله عنهن جميعا. لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمريم بكمالها ورجاحة عقلها، فقال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الإمام النووي: لفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه، والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى. فلقد كمل عقل مريم لأن الله تعالى أجرى لها خارقة في ولادتها بعيسى عليه السلام، وكمل عقل آسية امرأة فرعون لأنها اختارت الإيمان بالله تعالى رغم أنها امرأة لأظلم حاكم وأعتى كافر الذي ادعى الألوهية والربوبية، ولعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل على باقي النساء كفضل الثريد على باقي الطعام، فرضي الله تعالى عن جميع سيدات نساء المؤمنين. إذن فضل الله تعالى مريم على نساء العالمين وجعلها من أفضل النساء، وهي ضمن خمس نساء ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلهن على باقي النساء المؤمنات: آسية بنت مزاحم،
مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهن جميعا. والكمال المطلق إنما هو لله سبحانه وتعالى خاصة. ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء، ثم يليهم الأولياء، ونعني بهم الصديقين والشهداء والصالحين. وإذا تقرر هذا فقد قيل إن الكمال المذكور في الحديث المذكور سابقا يقصد به النبوة، فيلزم أن تكون مريم وآسية نبيتين. قال القاضي عياض: هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة آسية ومريم بنت عمران، والجمهور على أنهما ليستا بنبيتين، بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. الصديق هو الذي يصدق بكل ما جاء من عند الله ويؤمن به، ولم يكذب بشيء مما جاءه من الله تعالى، ولم يتردد في قبوله والإيمان به. قال الله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. لقد وصف القرآن الكريم السيدة العذراء مريم بالصديقة، مثلها مثل الأنبياء الذين ذكروا سابقا. وقد وصف القرآن ثلاثة من الأنبياء بالصديقين: إبراهيم ويوسف وإدريس. أما إبراهيم عليه السلام فقد لاقى مقابل إيمانه بالله من المشقة والتحديات والفتن الشيء الكثير، لم يضعفه شيء في سبيل الحق، فاستحق أن يكون صديقا. ويوسف عليه السلام كانت حياته كلها عناء، ما أن يخرج من اضطهاد حتى يقع في اضطهاد آخر، لم يتذمر بل صبر وصدق، فاستحق أن يكون صديقا. وإدريس عليه السلام لم يحدثنا الله تعالى بتفاصيل كثيرة عنه، لكنه بلا شك عانى من المشقات والصعوبات وتجاوز التحديات، فاستحق أن يكون صديقا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نعم، وكيف لا تكون مريم صديقة؟ فقد صدقت بكلمات ربها، صدقت الرسول الذي أرسله الله إليها لينفخ في فرجها، ليكون بعد هذا النفخ غلام اسمه المسيح عيسى بن مريم. وهي التي صدقت أن هذا الغلام سيكون رسولا من عند الله لبني إسرائيل. وهذا القبول والرضا من مريم بهذه المهمة الربانية سيجلب لها كثيرا من التهم والطعن في نفسها
وهي الطاهرة العفيفة. وقد اشتد عليها ذلك عندما وقع الأمر، وكيف لا تحمل همًا والناس سينظرون إليها على أنها امرأة فاسقة، على أنها امرأة بغي وجالبة العار لأهل بيت عرف بالطهارة والعلم والخير والتقوى والعبادة. ووصل بها الهم إلى أن تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جعفر، عمرو بن العاص قدم من مكة وأخبرني أن المسلمين يقولون في عيسى وأمه مريم قولا عظيما، فما تقولون؟ يا عظيم الحبشة، بل نقول بالمسيح ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول أم المسيح سيدة نساء العالمين التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد، فحملت بعيسى من نفخة كما خلق آدم بيده. إن الله لم ينس السيدة العذراء مريم عليها السلام، بل كافأ ربنا سبحانه وتعالى هذه الصديقة بأن جعلها أشهر امرأة في التاريخ، لا يجهل اسمها وقصتها أكثر أهل الأرض. حتى في زماننا هذا كيف لا توصف السيدة مريم بالصديقة وقد أنجبت كلمة الله عيسى ابن مريم عليه السلام؟ وأي صدق أعظم من كلمات الله؟ وهل يأتي الصدق من غير صادق أو صديقة؟ فماذا ترتب على اصطفاء مريم واختيارها؟ عليها أن تقابل هذا الاصطفاء بالشكر، وشكرها يكون بالإكثار من القنوت والعبادة. ولهذا قالت لها الملائكة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك، أديمي طاعته مع خشوع، استمري على ذلك، أخلصي في العبادة والخضوع لله. والسجود والركوع معروفان، هما ركنان من أركان الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد من ذلك كله أن تؤمر بالإكثار من الصلاة، فهي قد أمرت بأركانها أن تحافظ عليها، فكانت كذلك عليها السلام. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وحكمة تقديم السجود على الركوع لأن السجود حركة عملية تمثل غاية القنوت وذروة الخضوع والخشوع لله عز وجل. فالإنسان عندما يسجد ويضع جبهته على الأرض ويناجي ربه بخشوع يكون قانتا خاشعا خاضعا. هذا قول. وقيل تقديم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في صلاتهم. والملاحظ أن التعبير جاء بصيغة واركعي مع الراكعين، فعبر بجمع المذكر السالم ولم يعبر بجمع المؤنث، فلم يقل مع الراكعات. وهذا مثل قوله تعالى في الثناء على مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه
وكانت من القانتين، ولم يقل من القانتات. ولعل ذكر القانتين والراكعين بصيغة المذكر من باب التغليب، ولعل هذا يتفق مع الحياة التي عاشتها مريم عليها السلام عندما كانت في كفالة زكريا عليه السلام، ومع العابدين والقانتين والراكعين والساجدين من الصالحين، كما يتناسب هذا مع حياتها الخاصة عندما أنجبت ابنها عيسى من غير أب، وحيث لم تقترن برجل ولم تمارس حياتها باعتبارها امرأة وزوجا لرجل. إن تكليف مريم عليها السلام هو تكليف عام لا خصوصية فيه، أي هو لكل مؤمن بالله يريد أن يصل إلى درجة الصالحين من العباد. الخصوصية ليست في التكليف، لأننا نعتقد أنها كانت تقوم بتلك العبادات وهي كانت في كفالة زكريا عليه السلام الذي كان يعلمها العبادة، ونعتقد أن المخصوص في الأمر هو زمن التكليف. فالوصية هنا لا ترجع إلى ما قبل، ولكنها تذهب إلى ما بعد، حيث إن الله جل وعلا يعلم وهو العليم الخبير أن مريم ستواجه تهما باطلة ظالمة قد تعجز النفس عن الصمود أمام هولها، لا سيما على أنثى من نسل نبوة مصطفاة زكية مطهرة، وأمامها مهمة عظيمة وهي كفالة المسيح عيسى عليه السلام إلى سن البلوغ. فكانت الوصية من الله تعالى بالاستعانة على قضاء هذه المدة بالطاعة والعبادة وعدم الانصراف إلى مناقشة كل من يفتري عليها أو يجادلها بالباطل، لأن المهمة أكبر من ذلك بكثير، لأن المهمة أكبر من تلك التخرصات التي يقولها أعداء الله. وعيسى عليه السلام يبدو حضوره واقعا في هذه الآية، إذ هو محورها، حيث تنصرف أمه للعبادة والطاعة وتربية المسيح على هذا السلوك الإيماني. لقد نزلت الملائكة من السماء بخبر الاصطفاء، ثم تم تحديد تكاليف الاصطفاء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كم في الآية من المعطيات المهمة، فلنتأمل ما جاء فيها على النحو الآتي. قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم، هذا الخطاب يدل على عدة أمور، منها أن مريم العذراء كانت تتواصل مع السماء بخطاب الملائكة، والأمر الثاني أن مجموعة من الملائكة هي التي خاطبت مريم العذراء البتول وليس ملكا واحدا، وهذا الذي يدل على تنوع الخطاب وأن الخطاب لم يكن مرة واحدة. والأمر الثالث أن الملائكة تنزلت على مريم بعدة خطابات، وهي خطاب الاصطفاء وخطاب التطهير وخطاب القنوت وخطاب السجود وخطاب الركوع. حينها ندرك شديد الاهتمام الرباني وعظيم العناية الإلهية بما يأتي به عيسى. نعم، فكل هذه العناية لم تكن لمريم على وجه التحديد، بل هي للسيدة العذراء وابنها عيسى المسيح. حضاها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا، حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا، ونالت مريم الأفضال لما
حماها الله مولودا زكيا حمام القدس مشتاق لصوت سرى في المسجد الأقصى شجيا.